السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بحالات النيفروباثولوجي. وصلنا للحالة رقم 8، نستعرض الحالة. عندي مريض كوكيجن يعني أبيض، عمره 60 سنة، جاييني بشكوى منذ 6 أسابيع. عنده تعب، عنده نقص وزن، عنده نقص شهية، عنده عسر تذوق. تم تشخيص قصور كلوي حاد نون اوليجويريك، يعني بدون توقف البول، بدون انقطاع بول، مع كرياتينين وصل لل 5.2. البيز لاين عنده 1.3 منذ 3 اشهر. بقصة المرضية، المريض في عنده اتش اي في، في عنده اصابة بالاتش اي في سابقة، في عنده سكري، في عنده ارتفاع ضغط، وفي عنده فرط شحوم. بفحصه السريري ضغط الدم 160/80، وزنه 147 باوند، يعني حوالي 65 كيلو تقريبا او 70 كيلو تقريبا. ما عنده وذمات، ما عنده تظاهرات جلدية. ادويته تشمل التريبلا هو مشاركة 3 ادوية للاتش اي في، إفافيرينس، تينوفوفير، والإمتريسيتابين. بياخد لايسينوبريل، بياخد هيدروكلورتيزايد، بياخد برافاستاتين، بياخد إزيتيمايب، وبياخد إنسولين على شكل مضخة إنسولين. فالهيماتوكريت عنده 26، تحاليل دم هيماتوكريت 26، الألبومين 4.3، السي دي 4 بالنسبة للإتش آي في كان 397، ال HIV viral load كانت 48 كوبي بال ML، والبروتين كرياتين ريشيو كان عنده 2.5. بفحص البول في عنده 1 بلس بروتين يوريا، في عنده رسابة بولية سليمة بلاند، ما عنده كريات حمر مشوهة او اسطوانات. حجم الكلية طبيعي بالالتراساوند، الكرياتين ما تحسن بالإماها، وعملنا له خزعة كلية. شو هي المعلومات اللي لحد هلا فيني موجودة بين ايدي؟ اول شيء في عندي مسن حوالي 60، او يعني عمره 60 سنة، في عندي قصور كلوي حاد، كرياتين 5.2، وفي عندي بروتين يوريا 2.5. المريض اول احتمال، اذا هل ممكن يكون هذا اتش اي في نيفروباثي بهي القصة السريرية؟ المريض عم ياخد الادوية، فلما بيكون المريض عم ياخذ ادويه صعب يصير معه الهاي فان اللي هو الكولابسنج جي ان، اضافه لانه السي دي 4 عنده تعداده جيد 397، الفايرال لود تبع الاتش اي في على المنخفض، فصعب نحط تشخيص الاتش اي في نيفروباثي بهذا السياق. الدايابيتس ممكن، ما عندي معلومات عن ضبط السكر عنده، هو موجود هذا التشخيص فهو التالي وارد، بس الديابيتس ما بيعمل قصور كلوي حاد بثلاث اشهر، يعني تطور الديابيتس، تطور السكري، ما اعتلال الكلية السكري ما بيصير خلال 3 اشهر، مهما كان ضبط السكر سيء لازم يكون في حدثية حادة. الشيء الثاني اللي ممكن اقوله كانه هو هو اتش اي في، ما هو هيباتايتس، هذا الشيء اللي موجود عندي. اضافه للعلامه السريريه او العلامه المخبريه الهامه جدا، انه في افتراق بين الفحص البول يورين اناليسيس وبين البروتين كرياتين ريشيو. انا هون عندي 2.5 جرام بروتين، ومع ذلك على اليورين اناليسيس عم طلع 1 بلس، وهي علامه جدا هامه، شرحتها سابقا ربما بمحاضراتي الاولى، وحاشرحها خلال يعني لما حتعرفوا التشخيص حتعرفوا ليش هذا الافتراق بين هذه البروتين كرياتين ريشيو وبين اليورين اناليسيس. بالنسبه للخزعه، هذه السلايد الاول، هذه بالانترستيشيوم، نعطيكم 5 ثواني. السلايد الثاني كمان انترستيشيوم، هذا باس بي اس. سلايد الثالث، سلايد الرابع، والسلايد الخامس هو اميونوفلوريسنس معمول الكابا لايت تشين. سؤال: ما هو التشخيص الافضل لهالمريض؟ هل هو توكسيك اكيوت تيبولار نيكروسيس، اذيه انبوبيه حاده سميه متعلقه بتناول التينفوفير، يعني اي تي ان بسبب التينفوفير تبع اتش اي في، هل هي اتش اي في اسوسييتد نيفروباثي،
وانا قلت لكم سريريا صعب يكون. فهل برايكم الباثولوجي بيتوافق مع هذا التشخيص؟ هل هو اكيوت انترستيشال نيفرايتس، التهاب خلال كلوي حاد مثلا دوائي؟ هل هو اسكيميك اي تي ان، اذيه انبوبيه حاده اقفاريه او بنقص الترويه؟ هل هو ميلوما كاست نيفروباثي، اللي هو ممكن يكون احد التشخيص؟ ففكروا بين الاحتمالات الخمسه وبننتقل لقراءه سلايدات. ببدا بنقاش السلايدات. بدايه هذا انترستيشيوم، لاحظوا الانابيب الكلويه في شويه خلال بيناتهم، يعني هي بعدها باك تو باك، ماني شايف في تليف شديد. بس المشكله بالانابيب نفسها انه في عندك اذيه بالظهاره تبعها. لاحظوا انه هون ما في خلايا، الخلايا غايبة تقريبا، النوى مثلا نواة وحدة هون، في تسطح بالظهارة، هذه علامة أذية حادة بالأنابيب. إضافة لأنه في عندي أسطوانات عم تاخذ الإيوزين، في هي إيوزينفيليك كاست، هذه أسطوانات سادة الأنابيب حقيقة أو معبية الأنابيب. الملون او السلايد الثاني هو ملون الباس بي اي اس، لاحظوا انه الغشاء القاعدي متلون باللون الارجواني. قارنوها مع الاسطوانات، هل الاسطوانات هذه عم تاخذ الباس ولا لا؟ فهي ما عم تاخذ الباس حقيقه، لونها افتح، وهذا له دلالته. هذا بيوجهني نحو انه البروتين الموجود فيها او الماده الموجوده فيها ما هي باس، ما هي باس بوزيتيف، وهذا بيوجهني لتشخيص معين. لاحظوا بالنسبه لهذه الاسطوانه عم نكبر كثير، انه في عندي مولتي نوكيوليتد جاينت سيل، هذه ارتكاس مناعي هون بهي المكان وعم ترتكز بهي الخلية. لاحظوا الحواف الحادة للأسطوانة، لاحظوا حدوث تكسرات فراكشرز بالأسطوانة هذه. لما رحنا على الإمينوفلوريسنس، هذه الأسطوانات كانت معباية أو أخذت الكابة لايت تشين، فهذه كلها كابة لايت تشين، وهذا بيفسر أن هي الباس نيجاتيف. فعمليا انا في عندي اسطوانات ساده الطرق البوليه او الانابيب البوليه، وهذه الاسطوانات مؤلفه من كابا لايت تشين، وهذا بيحط تشخيص الميلوما كاست نيفروباثي. هذا التشخيص هو حدثيه مشخصه للمولتيبل ميلوما، وجودها يعني حدوث وجود المولتيبل ميلوما 100%. لما بشوف هذا التشخيص بنادي طبيب الدم، بنعمل الاسبيب واليوبيب اللي هو الرحلان الكهربائي للبروتينات بالدم وبالمصل، وغالبا خزعه نقي لحتى تحدد العلاج الانسب لهالمريض هذا. ما اظن في شيء اضافي ممكن نقوله، هذه الحكينا الاسطوانات الايزونيفيليه الباس نيجاتيف، إضافة لأنه الخلايا العرطلة والتكسرات بحواف الأسطوانات، وأنه هذه بتعمل ريستريكشن للكابا لايت تشين. شرحنا بالحالات السابقة لما بتجي الإيمونوجلوبولين بيشكل فايبريل، فبيعمل لي مرض اللي هو الأميلويدوسيس. لما بيترسب بدون ما يشكل فايبريل بيعمل اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز. بهذا المرض هذه اللايت تشين بترشح عبر الغشاء القاعدي، بتروح بتوصل للانابيب هون، فيها لسبب ما ممكن نشرحه لاحقا ترتبط مع بروتين اليورو موديولين او هو التام هورس بروتين، فبتشكل الاسطوانات بتسد الانابيب هون، فبتعمل اذيه حاده. اضافه لانه وجود الاسطوانات وجود الايمونوجلوبولين الكاست او الكاست واللايت تشين بيحرض حدثيه التهابيه تليفيه، وغالبا هذول المرضى بينتهوا بقصور كلوي نهائي. التشخيص الثاني تينفوفير، ما بيعمل اسطوانات بهالشكل اللي شفناه، بيعمل ممكن اذيه حاده بس ما بيعمل اسطوانات، وممكن يعمل اذيه انبوب قريب حقيقه التينفوفير. الاتش اي في ذكرنا انه صعب الاتش اي في يكون موجود بهالحاله، لانه اصلا ما عم ياخذ الدواء هو الاتش اي في عنده مضبوط، اضافه لانه الاتش اي في بيعمل كولابسنج جي ان مثل ما شفنا معنا حاله كولابسنج جي ان بسبب شبيه الاتش اي في. الاكيوت انترستيشال نيفرايتس ما هو هي التظاهره تبعه، ما بتعمل اسطوانات. الاسكيميك اي تي ان كان في عندنا اي تي ان ممكن تكون لو كان لوحده ممكن نقول عنها اسكيميك، بس ما بيعمل الاسطوانات اللي شفناها. والميلوما اللي حكينا هذا هو التشخيص النهائي. برجع بذكركم بالافتراق اللي شفناه بالتحاليل بين فحص البول اليورين اناليسيس اللي هو 1 بلس مقابل فحص معايرة البروتين، كانت بروتين كرياتين ريشيو 2.5 جرام.
2.5 جرام لازم على الاقل يكون هذه 4 بلس بروتين لحتى يكون متوافقين مع بعضهم. السبب ببساطه انه اليورين اناليسيس بيكشف الالبومين فقط، بينما بهذا المرض بالذات البروتين يوريا البروتينيه بتكون على حساب الاميونوجلوبولين اللي هو نان البومين، وهذا السبب انه بالمعايره بتكون عاليه، بينما بالفحص تحت الكاشف اللوني ما بيكشف وجود النان البومين بروتين يوريا. يا ريت تكون عجبتكم الحالة، إن شاء الله منتابع بحالات قادمة. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ونلتقي إن شاء الله بحالات قريبة.